موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني تعالى ذكره بقوله وكذلك، وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف ما كانوا عليه من الضلال نريه ملكوت السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض، يعني ملكه. وزيدت فيه التاء ملكوت كما زيدت في الجبروت من الجبر، وكما قيل رهبوت من الرهب، وكما قيل رهبوت خير من رحموت، بمعنى رهبة خير من رحمة، كأنهم يقولون ذلك في سياسة الناس، خوفوهم أحسن ما ترحموهم. وحكي عن العرب سماعا له ملكوت اليمن والعراق، بمعنى له ملك ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فقال بعضهم معنى ذلك نريه خلق السماوات والأرض. هذا ليس تفسيرا بالمعنى ولكن باللازم، يريد أن يبين ما معنى ملكوت السماوات والأرض، يبين ملك الله في السماوات والأرض من خلال النظر في خلقهم، في خلقهما. عن ابن عباس قوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض. عن قتادة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عن ابن عباس وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني بملكوت السماوات والأرض خلق السماوات والأرض. وقال آخرون معنى الملكوت الملك بنحو التأويل الذي تأولناه. عن إكرمة وسأله رجل عن قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال هو الملك، غير أنه بكلام النبط ملكوتا.
هذه ليست بكلام النبط، القرآن عربي وواضح أن الكلمة عربية، لكن يقصد بذلك أنه مما اتفقت فيه اللغتان، اللغة النبطية واللغة العربية. وقال آخرون معنى ذلك آيات السماوات والأرض. عن مجاهد: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال آيات السماوات والأرض. عن مجاهد: قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال آيات. عن مجاهد قال: تفرجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهن، وتفرجت انفتحت يعني، تفرجت له الأرضون السبع فنظر فيهن. عن السدي: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قال أقيم على صخرة وفتحت له السماوات فنظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه في الجنة، وفتحت له الأرض الأرضون حتى نظر إلى أسفل الأرض، فذلك قوله وآتيناه أجره في الدنيا، يقول آتيناه مكانه في الجنة، ويقال أجره الثناء، أجره آتيناه أجره الثناء الحسن. ولا شك أن هذا أقرب لظاهر القرآن، فإنه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن تأمل أن الأمر لا يحتاج إلى أن تفتح السماوات وأن تفتح الأرضون ليدرك الناظر الذي وفقه الله، وأن يشهد ملك الله عز وجل في السماوات والأرض، بل النظر مع التفكر يدل على ذلك قطعا، فإنه ملك عظيم لا أمر ولا نهي فيه لأحد إلا الله، وإلا فأخبرون من يدبر الكواكب البعيدة؟ من الذي يحدد ليلها ونهارها وسرعة دورانها؟ من الذي يحركها في مسارتها ويجعل هذا أوسع مسارا وذاك أقصر ليلا أو وذاك أصغر حجما؟ وعالم هائل لا يملكه الناس، فوالله إنه لملك ظاهر، والأوامر فيه ظاهرة، أعني أن كل من تأمل أيقن أن هذا بأوامر، يستحيل أن يكون هذا عبثا. وكذلك في الأرضين، فملك الله في الأرض لا يملكه الناس، لا يشركه فيه أحد، وهذا الذي يؤدي إلى اليقين، فإن التفكر في خلق السماوات والأرض يؤدي بالعبد إلى اليقين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عن سعيد بن جبير قال كشف له عن أديم السماوات والأرض حتى نظر إليهن على صخرة، والصخرة على حوت، والحوت على خاتم رب العزة لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. كل هذه ذكر الحوت ونحو ذلك والصخرة إسرائيليات، ليست عليها دليل من كتاب أو سنة. عن سلمان قال لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض رأى عبدا على فاحشة فدعا عليه فهلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، فقال أنزل عبدي لا يهلك عبادي. أستغفر الله.
إبراهيم عليه السلام قد خص الله عز وجل عنه في دعائه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا سبب، يعني هذه الأخبار سببها النخل عن أهل الكتاب، عن عطاء قال: لما رفع الله إبراهيم في الملكوت في السماوات أشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فهلك، ثم رفع فأشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فهلك، ثم رفع فأشرف فرأى عبدا يزني فدعا عليه فنودي على رسلك يا إبراهيم فإنك عبد مستجاب، مستجاب لك، وإني من عبدي على ثلاث: إما أن يتوب إلي فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه ذرية طيبة، وإما أن يتمادى فيما هو فيه فأنا من ورائه. عن عوف عن أسامة أن إبراهيم خليل الرحمن حدث نفسه أنه أرحم الخلق، وأن الله رفعه حتى أشرف على أهل الأرض فأبصر أعمالهم، فلما رآهم يعملون بالمعاصي قال: اللهم دمر عليهم. فقال له ربه: أنا أرحم بعبادي منك، اهبط فلعلهم أن يتوبوا إلي ويراجعوا. وقال آخرون: بل معنى ذلك ما أخبر تعالى أنه أراه من النجوم والقمر والشمس. عن الضحاك قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال: الشمس والقمر والنجوم. عن مجاهد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال: الشمس والقمر. عن ابن عباس: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني به الشمس والقمر والنجوم. وهذا أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن وسياقه. عن قتادة قال: خبئ إبراهيم صلى الله عليه وسلم من جبار من الجبابرة، فجعل له رزقه في أصابعه، فإذا مص أصبعا من أصابعه وجد فيه رزقا، فلما خرج أراه الله ملكوت السماوات والأرض، فكان ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم فر به من جبال مترف، فجعل في سرب، السرب النفق في الأرض، وجعل رزقه في أطرافه، فجعل لا يمص إصبعا من أصابعه إلا وجد فيها رزقا، فلما خرج من ذلك السرب أراه الله ملكوت السماوات، فأراه شمسا وقمرا ونجوما وسحابا وخلقا عظيما، وأراه ملكوت الأرض فأراه جبالا وبحورا وأنهارا وشجرا ومن كل الدواب وخلقا عظيما. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب،
قول من قال عن الله تعالى ذكره بقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما وجل له بواطن الأمور وظواهرها. لما ذكرنا قبل من معنى الملكوت في كلام العرب فيما مضى. وأما قوله وليكون من الموقنين فإنه يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له وبصره إياه من معرفة وحدانيته وما عليه قومه من الضلالة من عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى. هذا دليل على أن الإرشاد إلى التفكير في خلق السماوات والأرض وهو الدليل الفطري على وجود الله ووحدانيته وعلى بطلان عبادة غيره ممن لا ملك له ولا أمر له هو الأسلوب الصحيح في الرد على الملحدين والرد على شبهات الذين اشتبهت عليهم الأمور. فلذلك من نظر في ملكوت السماوات والأرض نظرا صحيحا فإنه يحصل له اليقين. عن ابن عباس وليكون من الموقنين أنه جل له الأمر سره وعلانيته فلم يخفى عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا فرده الله كما كان قبله. وهذا سبق مثل الذي قبله وسبق ترجيح أن المقصود ملك الله في السماء وما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم وملك الأرض من خلق الجبال والبحار والدواب وسائر الناس. قال فتأويل ذلك على هذا التأويل أريناه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يوقن علم كل شيء حسا لا خبرا. ده على التفسير ان هو رأى اعمال العباد ولا دليل على ذلك. عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له قائل ما رأيتك أسفر وجها منك الغداة. يعني وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسفرا منيرا مسرورا. بيقول له أكتر يوم شفتك فيه مسرورا مسفرا وجهك في هذا اليوم. قال ومالي وقد تبدى لي ربي في أحسن صورة. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد. قلت أنت أعلم يا رب. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض. ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون من الموقنين. وهذا الحديث حديث صحيح أو حسن، حسنه البخاري، ولكن دون الآية الكريمة، أعني أنه ثابت في الصحيح حديث اختصام الملأ الأعلى دون ذكر تلاوة الآية، ولكن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها، ساعة ما وضع الله كفه بين كتفيه حتى وجد برد أنامله في بين ثدييه في صدره صلى الله عليه وسلم، علم ما في السماوات وما في الأرض، وليس أن ذلك على الدوام، إنما هي لحظات كانت في المنام. والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.